على الجانب الميداني، شفنا رئيس الوزراء النهارده تفقد عدد من المصانع في المنطقة الحرة عشان يقف على إجراءات الاستعداد والوقاية. زي ما قلنا لحضراتكم، القرار يبدو أننا هنفتح العمل، هنفتح الإنتاج، لن تقف عجلة الإنتاج في مصر، لكن سيكون هناك صرامة شديدة جدا في تطبيق إجراءات الوقاية. هل سننجح في هذه المعادلة؟ اسمحوا لي أن أنا أطرح السؤال على ضيفي مهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية. مهندس علي، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا يا خالد بيه. اهلا بحضرتك. الحقيقه يعني البعض تحدث من رجال الاعمال، بعضهم خانه التعبير في بعض الامور، والبعض الاخر كان واضحا في رؤيته، وهناك اراء في العالم كله بين غلق كامل وبين فتح كامل، لكن مصر اتخذت قرار ان يكون هناك الانتاج قائما ولكن بحذر. حضرتك شايف القرار ده ازاي؟ الحقيقة أنا بحيي الحكومة المصرية، لفترة طويلة إحنا ما شفناش الاحترافية اللي موجودة في التعامل مع أي أزمة زي التعامل مع الأزمة الموجودة حاليا في فيروس كورونا. الرئيس واخد الموضوع على عاتقه، وبناء عليه الحقيقة الحكومة المصرية شغالة بطريقة فعلا صحيحة وغير كثير من دول العالم. مصر لازم نعرف أنها دولة من دول الناشئة، من دول العالم مش المتقدم، إنما اقتصاد ناشئ، ولا نستطيع أن احنا ناخد حاجة كوبي أو صورة من بلاد أخرى متقدمة. كلمة الإنتاج في مصر كلمة حتمية، ولا نستطيع كبلد إن احنا نقول عندنا رفاهية غلق الإنتاج كاملة في مصر. احنا من يوم ما ابتدينا هذه الأزمة والإنتاج في مصر ما وقفش إلا فترة بسيطة جدا في مجال صغير اللي هو مجال المقاولات، وكانت الحكومة هي أوقفت العمل في مجال المقاولات والمشروعات القومية لفترة في أوائل الأزمة، وبعدين فتحتها بعد ما عملت الطريقة اللي صحيح يتم بها العمل، وعمل على أن الصحة العامة للعاملين والسلامة للعاملين هي من أهم الحاجات، لأن برضو لازم ناخد بالنا إن لو حصل طيب أي مشاكل. هو التحدي يا علي بالحقيقة، التحدي الحقيقي إنه هل مصنع مع اختلاف الثقافات، وكنت عارف حضرتك يعني برضو مجتمعنا شكله إيه، هل سننجح في الوصول إلى ثقافات العمال في مصر والمتابعة الدائمة عشان نصل إلى درجة كبيرة من الاحتياط؟ خلينا نقول حاجة، إن الحمد لله حتى الآن نحن ناجحون، يعني دي حتة ودي حتة لازم نبرزها، ان الانتاج في المصانع في مصر ونحمد الله احنا شغالين من بداية الازمة وحتى الان ناجحون. لازم نعرف كمان ان العمال والشركات واصحاب الاعمال والادارات في الشركات يهمهم جدا، متكاتفين ان هذا المصنع لا يحصل طبعًا فيه مشاكل طبعًا، لانه هيقف. صحيح، كلمة يقف دي كلمة صعبة على الكل، على أصحاب الشركة وعلى العمال وعلى الاقتصاد القومي كله. فهناك تكاتف الحقيقة احنا ما شفناهوش قبل كده. يعني أنا بشتغل في شغلانة خالد بيه، شغلانة في الريف المصري، نلاقي العاملين نفسهم بيتبعوا الإجراءات، العاملين نفسهم لابسين الكمامات وما بيقلعوهاش، العاملين نفسهم بيغسلوا ايديهم ويطهروها كل فترة، بيحاولوا يبعدوا عن بعض. يعني حضرتك تراهن على وعي العمال المصريين؟ نأمل هذا، وأنا أراهن على وعي العمال والإدارات في المصانع إنها تاخدها بطريقة صحيحة ولا تهاون في هذا الموضوع. اسمح لي هتصل بحضرتك بعد فترة حتى نقيم الموقف مرة أخرى. مهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، بشكرك شكرا جزيلا.